الأبطال مش نار يا جدعان. بس اهم حاجه ما يكونش حد فوق. لا ان شاء الله ما حدش دخل. قال لي الاوضه مقفوله، حاولت افتحها ما عرفتش عشان نجيب مصدر النار. اهم حاجه ما عرفناش، فحاولنا نفتح اوضه ال جنب الاستاذ عبد المنعم. المطافي جاي، المطافي زي اللي انت بتيجي ما بتعملش حاجه. المطافي لسه جاي. ما هي تطفى اهي، دخلوا جوه. جوه الفرطين طلعت فوق. هي المفروض كانت عربيه خلاص كده، الفرطين فوق من هنا. لا انا بتكلم على هنا، بتكلم على لا فوق اهي، بقى لها ربع ساعه هي كده فوق.